وأن المندوب الذي هو أحد الأقسام الخمسة أيضا يشمل السنة، يصدق عليها، لأن طلبها غير جازم أيضا حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين وكفاية. فالمندوب فاعل يشمل السنة. وكلمة بذين تسنية زاء اسم إشارة يعود على الكفاية والعين، ويتعلق بمحذوف صفة سنة، فسنة العين كالوتر ونحوه، وسنة الكفاية كالأذان والإقامة. يعني أن السنة في سنة عين وسنة كفاية، سنة العين كصلاة العيدين وكصلاة الوتر وكالرواتب، دي اسمها سنة عين، يعني على كل مكلف مسلم. أما سنة الكفاية كالأذان والإقامة، الأذان سنة مؤكدة، إذا قام به واحد سقط الاسم عن الجميع، وكذلك الإقامة إذا قام بها واحد سقط الإيه أو سقطت السنة عن الجميع. وسلام واحد من جماعة، يعني الجماعة إذا كانوا يمرون، لو قال واحد منهم السلام عليكم، يبقى دي سنة الإيه؟ سنة كفاية، أسقط السنة عن الذين معه. والرد سنة كفاية برضه، أو فرض كفاية، لو واحد رد أسقط الاسم عن الباقين. يعني إلقاء السنة، إلقاء السلام سنة كفاية، والرد فرض كفاية، إذا قام به واحد سقط عن الباقين. لكن العلماء يقولون ينبغي أن يرد الجميع حتى لا يحرموا إيه؟ من الثواب، لأن رد واحد أسقط عنهم الإثم، لكن لا يسابونهم. فأنت حينما تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى لك 30 حسنة. الرد هو اللي أخذ الثواب. نعم، هو قام بالسنة، ولكنها يعني إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة، لكن لو سلم الجميع أفضل، ولو رد الجميع أفضل، لكن ليس على سبيل الفرض الرد، إنما واحد يرد. مثلا من ضمن الفروض إقامة الفروض الكفاية، إقامة الحج في كل عام فرض كفاية على جميع المسلمين. يعني المسلمون مثلا يبلغون الآن مثلا ما يقرب من 2 مليار، فلو ذهب 1 مليون أو 500,000 أو 250,000 أقاموا فريضة الحج، يبقى أسقطوا الاسم عن باقي الأمة. الأذان مثلا سنة، سنة في كل مسجد، قال ولو تركه أهل بلد أو أجمعوا على تركه لقوتلوا عليه، قاتلهم الإمام على ترك الأذان. قال وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما وهو قول الجمهور؟ إن عندنا سنة ومندوب وفضيلة، قالوا هي سنن الصلاة، مندوبات الصلاة، فضائل الصلاة. طبعا العلماء قالوا، الجمهور قالوا هذا ترادف، يعني كلهم بمعنى ايه؟ كلها الفاظ كلها بمعنى واحد عند الأصوليين. لكن الفقهاء طبعا بيفرقوا بين سنن الصلاة
هو مندوبات الصلاة وفضائلها. يعني هذا شيء مندوبات الصلاة تزيد على 50، لكن سنن الصلاة 14 كالإيه؟ كالفرائض. الفرائض 14 والسنن 14. لكن هي السنة طبعا التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بفعلها وواظب عليه، دي السنة. لكن المندوب أو الفضيلة ما فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا ولم يطلبه يعني طلبا جازما، إنما رغب في فعله صلى الله عليه وسلم. وأن المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة، أي أسماء لمسمى واحد، وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، أو هو على معنى أن المندوب أعم فيصدق بالسنة وبغيرها، وهو المتبادر من كلام الناظم، لأن الناظم قال الأحكام الشرعية 5، الفرض والحرام والمندوب والمكروه والمباح. والمباح عايز يقول المندوب لفظ عام يشمل السنة والفضيلة والتطوع. قال وهو قول القاضي الحسين وغيره بعدم ترادفهما، وأن الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، كصلاة مثلا العيدين وكصلاة الوتر، هذه سنة. صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر دي سنن واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يواظب عليه بأن فعله مرة أو مرتين أو كان يتركه أحيانا فهو المستحب. فهو إيه؟ المستحب. وإن لم يفعله صلى الله عليه وسلم وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع والمندوب يشملهما جميعا. يعني أحيانا الإنسان مثلا ينشئ أفعالا من الخير لنفسه، كالذي يواظب مثلا على قراءة جزئين من القرآن كل يوم يجعلهما وردا له، أو يستغفر الله بعدد ما، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسبح أو يهلل، أو يعني يواظب على هذا الورد كل يوم. كل ده داخل تحت إيه؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيل، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى هنا الإنسان إذا واظب على فعل هذه الأشياء من عند نفسه فهذا من باب التطوع، من باب التطوع. بعد كده يقول تنبيهان، الأول زعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وولده أبو محمد الجويني أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأنه يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم، ثم عن الإثم المرتب على تركه له. وفرض العين إنما يصان به بالقيام به عن الإثم القائم فقط. يعني عايز يقول إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين،
ليه؟ لأن الذي يقوم بفرض الكفاية ثوابه أعظم، لأنه قام به فله ثوابه، وأسقط الإسم عن الباقين. يبقى أفضل من فرض العين الذي يعود ثوابه على الفاعل فقط. انظر إلى دقة كلام أهل العلم، هذه دقة. يعني أن فرض الكفاية فيه فائدتان، يعني الذي يقوم بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله يعني ثوابه أعظم من ثواب الذي يصلي أو يصوم أو يحج أو يزكي، لأن هذا يعود إلى نفسه. وبعض العلماء اللي هو المحلي، قال المحلي جلال الدين يعني المحلي: والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علم أن فرض العين أفضل، طبعا لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب. يعني هنا ده قول ثاني، قول ثاني أن فرض العين أفضل لاهتمام الشارع به أكثر، وأنه مطلوب من كل مكلف طلبا جازما لا يجوز تركه بأي حال من الأحوال. طبعا يعني ولكل وجهة هو موليها، يعني هذه الأشياء لا نص فيها، وإنما هي من اجتهاد أهل العلم. ثم قال: يتعين فرض الكفاية، التنبيه الثاني، بالشروع فيه، أي يصير فرض عين على الأصح حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة. يعني عايز أقول إنه فرض العين من ضمن الأشياء التي إذا شرع فيها لابد أن يتمها، هو فرض الكفاية، أقصد فرض الكفاية. يعني من شرع مثلا في الصلاة على الميت لا يجوز له أن يقطعها، من شرع في غسل الميت لا يجوز له أن يتركه من غير غسل، لابد أن يتمه، وهكذا، لأنها عبادة تلبس بها، والله قال: ولا تبطلوا أعمالكم. في تنبيه هنا ثالث يقول: الفرض بقسميه أفضل من التطوع. يعني فرض العين وفرض الكفاية أفضل من التطوع اللي هو السنة يعني أو المستحب، إلا في مسائل. يعني متى تكون السنة أفضل من الفرض؟ هذه مسألة. فالعلامة السيوطي قال: الفرض أفضل من تطوع عابد، حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء السلام، وابتداء للسلام كذا إبراء المعسر. يعني أن التطهر للفرض اللي هو الوضوء يعني واجب، لكن إن توضأ قبل دخول الوقت كان أفضل. إذا توضأ قبل الوقت كان أفضل من الذي يتوضأ بعد دخول الوقت، لأن دخول الوقت سبب في فرضية الطهارة، لكن الذي يتوضأ قبل دخول الوقت يكون أشد تعظيما للصلاة فكان أفضل. والمسألة الثانية: الابتداء للسلام، يعني الذي يبدأ أخاه يقول السلام عليكم أفضل من الفرض الذي هو الرد، لأنه كما ورد في السنة أن ملقي السلام
البادي له 10 حسنات والراد له 90 حسنة. فكان البدء وهو السنة أفضل من الرد، الرد أفضل من الإيه؟ من البدء. وابتداء للسلام، عايز يقول البادي له 90 والرد له 90 والبادي والرد له 10، يبقى كان فاعل السنة أفضل من فاعل الإيه؟ الفرض. البادي والسنة السنة إلقاء السلام والرد فرض. يبقى البادي أفضل من الرد. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذا إبراء المعسر، طبعا أداء الدين فرض، أداء الدين على المدين فرض، وإبراء المعسر سنة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتجاوز عن المعسر. فهنا طبعا التجاوز أفضل من الأداء، يعني أفضل من الإيه؟ الذي يؤدي الدين، لأن الله قال في قضية الربا، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هناك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هنا قال وأن تصدقوا خير لكم، يعني الذي يتصدق على المدين أفضل من أن يأخذ الدين، أفضل من إيه؟ فأداء الدين واجب ولكن التجاوز عنه أفضل السنة. يبقى إذن السنة أفضل من الفرض في هذه المسائل الثلاث. الطهارة قبل الوقت، وإبراء المعسر، وابتداء السلام، ثلاث مسائل السنة فيها أفضل وإيه؟ أفضل من الفرض. ثم قال سنة الكفاية كفرضها في جميع ما تقدم. سنة الكفاية يعني أن إلقاء السلام ورد السلام هذه سنة كفاية، وده فرض كفاية في الحكم يعني. ونقف عند إيه؟ كتاب الطهارة إن شاء الله، سوف نبدأ فيه بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بسيدنا محمد النبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد رسول الله، إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا جميعها لتقضى لنا، اللهم فشفعه فينا شفاعة مقبولة مرضية. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتونين،
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر عيوننا من الخيانة. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ للخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.